في اطار تطوير المنظومه الطبيه لتقدم افضل خدمه للمواطن، تم تطوير عدد من المستشفيات منها مستشفى حميات بنها، وتكلفت اعمال تطوير المبنى بالكامل حوالي 40 مليون جنيه، ويعد مستشفى حميات بنها من اهم المستشفيات التي تقدم خدماتها للمرضى خاصه في حالات الامراض المعدية وامراض الكبد والجهاز الهضمي. كونها تتميز بموقع جغرافي يخدم اهالي محافظات مجاوره مما يزيد العبء على مستشفياتها تتمتع محافظة القليوبية باهتمام كبير من القيادة السياسية في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمة الصحية داخل المستشفيات الحكومية تم إدراج مستشفى حميات بنها لتطوير ورفع الكفاءة المرحلة الأولى كانت بتشمل الأقسام الداخلية بسعة 64 سرير قسمين للكورونا وقسمين للأمراض المعدية وقسم الكبد والجهاز الهضمي وقسم الأطفال المرحلة الثانية وكانت بتشمل تطوير مبنى الاستقبال والعادات الخارجية والطوارئ الصيدلية قسم التعقيم والمغسله قسم الاشعه وتم تركيب جهاز اشعه مقطعيه على اعلى مستوى تم رفع كفاءه مبنى العنايات داخل المستشفى. مستشفى حميات بنها يعد من اهم المستشفيات التي تقدم خدماتها للمرضى خاصه في حالات الامراض المعدية وامراض الكبد والجهاز الهضمي مع مراعاة الرعاية الصحية والجسدية والنفسية للمريض. احنا بندرب الاطباء والتمريض وجميع العاملين في المستشفى على احدث معايير الجودة علشان نطمن ان الخدمة الصحية اللي بتقدم للمريض تكون على احسن مستوى. إيه بنحط لهم سياسات للعمل وبنحدثها كل سنتين علشان برضه نطمئن ان المريض بياخد احسن خدمه وافضل خدمه. المعمل قدر ان هو يعمل 110 الف مريض ان هو يعمل لهم تحليل كوفيد 19 ومعمل البي سي ار برضه في مستشفى حميات بنها اثناء مبادره الرئيس لعلاج فيروس سي عمل 125 الف حاله وبالنسبه برضو للمعمل خلال الفتره اللي دي, دي تم تطويره بتوفير جهاز للهرمونات لعمل تحليل الباراثايرويد هرمون والفروتين لمرضى الكلى الموجودين في المحافظة حوالي ألف مريض. المستشفى يدعم أيضا التعليم الطبي المستمر للكوادر من أطباء وممرضين وإداريين ويلتزم بتطبيق نظام الجودة كما يلتزم بإيجاد بيئة تتميز بالسلامة والأمان وتقليل المخاطر لجميع العاملين والمرضى والموظفين والزوار. أحسن وأنقب بكتير الناس هنا زي الفل الدكاترة أحسن استقبالهم أحسن الحمد لله أحسن كتير عن الأول الخدمة مية مية هنا ومستشفى مية مية والتطوير كان الأول كان المستشفى التطورات بتاعتك كانت تعبانة الوقت ما شاء الله يعني مية مية. تم البدء في تطوير المستشفى على ثلاث مراحل حيث يتكون من مبنى العنايات الذي يقدم الخدمه للحالات الحرجه كما يقدم المستشفى خدمه التحاليل الطبيه الكامله لاهالي محافظه القليوبيه وبعض المحافظات المجاوره.